يعني ما خاطيني الدومان هذا تاع الرياضه، ولكن اول حاجه راح نوجهها للشعب الجزائري، لازمنا ما نولوش نسبقوا الاحداث برك. احنا عندنا الشعب الجزائري تاعنا دائما تقييم من المفروض ما يكونش هذا الوقت، التقييم راح يكون منا على ستنا بربي ان شاء الله عام ولا باش نقدروا نقيموه. وفي نفس الوقت لازمنا نديروا الرياضه هذه، راهي بالنسبه لنا راهي مجرد وسيله تاع ترفيه. بون ما نقدرش نقيموا من الماتش الاول، بصح انا نشوفوا باللي جا ابراهيمي حاجه مليحه، باسكو كان ابراهيمي باسكو حنا نشوفوا باللي هو يقدم ابراهيمي في لي ماتش تاعو، راهو يلعب في ليكيب تاعو، قدم 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 وما عيطولوش ما استدعاوش. هذه الخطره شفنا دار حاجه مليحه، شغل كيما شغل الشعب كان يعيط ابراهيمي، هو شغل دار حاجه مليحه انه جا ابراهيمي. بون الماتش الاول ما نقدروش نقيمو، بصح انا نشوفوا باللي ليكيب متماسكه، بدا شغل عاود هو حاول يعاود يرجع كل عائله وحده وجاي يخدم على هذه الخدمه. بون هو عندنا عليه نظره باللي بون انترينور ودار كاريير شويه، بون مازال ما بان والو، بربي ان شاء الله من الماتش دوزيام ماتش تروازيام ونشوفوا ان شاء الله نكاليفو. شفنا ايجابيات شغل ضخ، عمليه ضخ روح جديده للفريق، لي زونسيان نحاهم، نقولوا عمليه استغناء عن الكوادر بدات تروح، وعملية تشبيب الفريق الوطني إن شاء الله، وإن شاء الله والله الصغار هذوك إن شاء الله عندهم مستقبل إلا مدوا لهم الفرصة على كل حال، ولازم يعطيو له الوقت، يعطيو له الوقت كما عطاو الوقت الآخرين، ويخليه يخدم ليبر، ماذا بيا يخليه يخدم ليبر، إلا خدم ليبر بالك يدي. مزيان ربحوا تروا دي، لو كان داروا ماتشين ولا تولي هضرة واحدة أخرى على بالك، يقول لك بالماضي خير وكذا، مزيان ربحوا. نهار ثلاثة إن شاء الله مع جنوب إفريقيا، إن شاء الله ولا زاد ربح تطريبيا. في الفرصة كيما إبراهيم إن شاء الله عنده لازم بين، عمورة بين، كاين بزاف اللي بينوا، وهذوك خلاص كبروا، نورمالمون دوك يعاود يبدل حاجة واحدة أخرى. هم دوك بدافريك ما داروا والو، إن شاء الله هذه الخطرة يزيدوا يديروا مع الناخب هذا الجديد، عنده شخصية قوية. ما عجبتنيش ما نكذبش عليك، انا ما نحسش في لونتيني باسكو لونتيني راه بريمي ماتش تاعو كيما قال لك، مي خاصها خاصها والله غير خاصها بزاف. نتفائلوا بربي ان شاء الله خير باش يكون نحققوا نتائج، ولكن دائما 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 نحاولوا نغيروا الذهنيه تاعنا هذه تاع النقد مباشره، لازم النقد تاعنا يكون بناء، ولازم نتقبلوا النقد حتى يعني المدرب ولا اللاعبين كي ينتقدهم، النقد هذا تاعنا راه من اجل التطوير ومن اجل التحسين فقط هذا، ونتمناوا بربي ان شاء الله راح تكون نتيجه خاصة. بربي ان شاء الله نشوفوا منتخب يحقق نتائج ويفرحنا كيما كان، باسكو الشعب الجزائري باسكو الرياضه هذه ولا الفوتبول ولا ليكيب ناسيونال نشوف فيها متنفس، انا الغاشي باهي ديفولي يفرح، ان شاء الله هذه الخطره يفرحونا وان شاء الله يديروا بون ماتش ان شاء الله.